ملح بس. ملح الدنيا كلها ملح وانا اخوك. زين. بس هين عليك احمد. حياك ربي. احمد يلا حيه. مرحب. طيب بعد ما رحت للمطار يا احمد. ايه. يوم رحت للمطار. وتقهويت وعينت من الله خير. ارحب ايه. ما شاء الله تبارك الله. ملح. و طرت ولا املج؟ لا للمدينه رحنا ما طرنا. مدينه منوره؟ إيه املج ما طرت الرحله ترى ما علمت. لا يا شيخ. والله طرت علينا الرحله. أرب والله رحنا المطار ذاك اليوم. وش المشكلة؟ ما أدري كيف تأخرت شنطة واحد من العيال ورجعنا نبي نحط شنطة. شايفني شنطتي بظهري من هنا شنطتي بظهري. واحد من الشباب فرجعنا يا طويل العمر ويوم جينا لقينا البوابة حقت السعود مقفلة ونحن قاصين بورد. السعود؟ السعود 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 بالبيت مضبوط. أنا عارف بايتك السعود. الله يا أمين. ها ظريف أنت ها؟ كوميديا الظهر الظهر ربي. ويكيبيديا اسلم. و وطارت الطياره طارت الطياره طارت بالله. اي والله قلنا نبي نحجز الان دورونا الاملج. أيه؟ الينبع طبعا عشان نروح الاملج. طيب وش اقرب منطقه لاملج؟ ينبع ولا ينبع محافظه اقرب محافظه ينبع. كم تبعد ينبع؟ 150 او 160 كيلو تقريبا. احمد تعال ارحب. ها يعني اثرك اثرك قاعد طبعا فيك يا احمد. ها أثرية طبعا فيك. ها التأخير ذا فيك. طارت عليك الطيارة وما هو على الفقرة. لا توك تجيك الساعة. حجزنا وين؟ للمدينة. ايه جنب الحجز بعد ما تقهوينا في الكافي على طول. شفت الكافي اللي احنا كنا فيه انا وانت؟ ايوه. ايه شوف انا وجهك وجه خير والله يا ابو. الله يسعدك. لاني جاي من بدري انا المطار لكن سبحان الله صار لنا الظرف. جيت انا وياك بدري. ايوه بدري احنا جينا حتى المطار مستغرب يقول هذا اللي جاهم بدري. صادق. الوكالة حجزنا قلنا الينبع قالوا الينبع لازم البكرية والناس تنتظرنا هناك نبي نروح نخلص. حلو. وطلعنا قلنا ما في حل. منو اللي ينتظرك؟ لا الجمعيه مصورين. ايوه فوش قلنا؟ قلنا مالنا احنا نطلع لعيونهم نطلع للمدينه لان اقرب شيء المدينه 250 كيلو من المدينه. المدينه لا نروح للمدينه عشان اقرب شيء راح ناخذ احرقني مليون. ها يا اخي ما عاد ابغاك تجاوب ولا ابغى ما بيجاوب احرقني هذا. هذا صدق جن ولا جن يا السلام عليكم شيخ كيف حالك؟ طيب اعطني هذه. مشاهدينا الكرام نعيد سؤال اليوم اللي هو ما هي أقصر سورة في القرآن؟ الكوثر ولا لا يا عبد الله؟ الله. الكوثر في هاشتاق البزنس 74. حياكم الله. كيف طول العمر؟ اسلم. سالفتك ما خلصت؟ لا ما بدأنا عشان اي اسلم. ها لا لا والله صدق قالوا لك هذه طول عمره حجزنا المدينة. اي استأجرنا سيارة. سيارة. ومن العجالة الحين بنروح نخلص شغلنا والله انهلي 10 كيلو كانوا عني وقتها. ولا رحت له؟ رحت له لأن احنا شنو هم الجمعية اللي بنروح الناس اللي معديهم. نعم كلام. اي والله. وضربنا لنا طريق واحد من العيال شغل جوجل ماب الله يهديه ودليتهم هناك دخل لي مع طريق اول مره امر معاه في ديرتي ساكن على الطريق طلع بعد 100 كيلو مغلق احنا نرجع 100 كيلو 100 كيلو وكاد الرحله استغرقت وانطلبناك فيها تقصر منها من العصر حلو ما وصلنا للصباح يا ابو ايه بالله وصلنا للصباح اي شكرا وصلنا المطار دقيقه انا شفت كيف ما رجعنا يا رجال يويك لو نخسر يويك يا عبد الله انا يويك لو نخسر معتمد على الله هم عليك شفت كيف وصلنا للساعه 7 الصباح من خبرك من العصر ما وصلنا للساعه 7 الصبح 7 الصباح اي والله 15 ساعه وكم 15 ساعه والله احنا رايحين نيوزيلندا. طيب حلو ايه. رحت للجمعيه هناك وبعدين ايه. وبعدين يا طول العمر ريحنا واستقبلونا قابلت الشباب المسؤولين هناك الله يبيض وجيههم. اي والله كلهم في الدور الاول. ها رجال شرواك. اي والله في الدور الاول. وين في الدور الاول؟ مضبوط كلهم كلهم في الدور الاول. اي ايه مضبوط الدنيا كلها في الدور الاول. اي الوكاد رحنا نتغدينا عندهم العصر رحنا الجمعيه. اي وقبلنا الاطفال الايتام ودمجينهم مع اهاليهم ومع عيالهم. يا سلام الله حلو الله يبيض وجيههم وبشر كل امور زينه الحمد لله. وجينا وقت من الوقت لله. ايوه سيف عقب ما اكتمل الوقف شكله عقب ما طلع من الهنجر اكثر احنا بنخليه في الهنجر مره ثانيه. اسلم يا احمد بس سلام طول عمره اخذنا ومشونا الرجال وضيفونا الله يبيض وجيههم كليتوا حلا وقهوه وشاي كل شيء ما بغانا لا جاب لكم كيك وكذا كيك بوجود طال عمرك فطاير كل شيء جابوه لنا حتى حلو. سمعت شو يا سلام سميكات وكذا سميكون ولد حلو طازج جابوا نفس يوم عبد الله جاب مشاوي كذا بالنس لا فريش هذا مصعينه من هنا على طول بحريه اكلات بحريه من طناختي قلت بنزل بجيب لكم قرش قال جابوا منسف نفس اللي جاب عبد الله جابوا كل شيء ما بقول له يحطون نعمه بعد يا سلام رجال كفو ابو علي واللي معاه الطاقه والله كفو والله كفو والله كفو والله كفو بيض وجيههم بيض الله وجيههم واهلهم علمهم طيبه انا اشهد. طيب شو اسمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجعتوا أيوة. نفس يوم الخميس يوم الخميس اللي هي وقت البارسه اي وقت واخذت صفر ابشر بالبارسه طلع عني واحد في البارسه اي والله ابشر بالعوض اليوم ان شاء الله ما هو اليوم بكره هي اليوم
درجات ما تبي تعويض درجات؟ ماشي بكفو يا ابو لا بلوتوث شفت؟ بس حبيت اقول لك باقي ربع ساعه يا ابن فارع ويا سيف ويا عبد الله ويا احمد ويا شيف بس خلاص احنا فايزين ان شاء الله فهد المفروض ترى يطفون والله الخدمة صراحه من هو ذا اللي باشم فهد روح ارقد يا فهد بن فارع انت حاط ندي فوق هالزيت روح ارقدوا يا رجال احنا فايزين فايزين والله لا ابو نزار خلونا نروح نرقدون يا ولد احنا فايزين احس انها سر المهنه هذه صراحه يعطيك زانه علومك يا احمد زانه علومك الحمد لله زين زين زانه علوم علومك سمي ابوي 14 دقيقه يعني نفس الجاب ومنسف نفس الإجابة عبد الله. نشهد إنه جاب ومنسف. ومشاوي. يا ولد يا صاد. نفس الإجابة عبد الله لنا. نفس الإجابة عبد الله. مقطع وصال وكذا. مقطع وصال. نفس الإجابة عبد الله. نفس بالضبط الإجابة عبد الله لنا شفته. يا سلام. أنا ما شفته بس الظاهر إنه نفس. والله حلو. عيونك حلوة. الأسبوع اللي راح والأسبوع اللي قبله نفسه بالضبط. نفسه بالضبط يا طول العمر. الإجابة عبد الله الأسبوع اللي راح واللي قبله بالضبط. يا أخي يا أخي عبد الله مبدع يا أخي أنت مبدع صراحة. والله شكرا يا بعد راسي يا فلوحي بس والله شكرا صراحه العفو طال ما سوينا شيء والله الله يطول عمرك ايش عليك ها ايش عليك احنا نشكر ما ادري عنك تسلك البعض هوني هفك بذا السبعه منور ابو الله ينور حياتك ايش رايك تمون انت وجهك ها سوي خوي سوي الله يقلع الله يقلع الحين كذي كلها بصل جديده شب بصل بصل البصل هنا جديده هذه طيب حبايبي ومشاهديني الكرام الغالين 13